ترامب لديه كل الخيارات مفتوحة. وأقصد بهذا الكلام بأن دونالد ترامب وهو يلوح بالجزرة إذا صح التعبير، ويريد أن يدعو إلى سلام في المنطقة، ويريد أن يكون هناك استتباب للأمن وهناك ازدهار للمنطقة كما قال في أكثر من مناسبة وفي أكثر من تصريح. في نفس الوقت لا ينسى العصا، والعصا هي ما كشفه تقرير فاينانشال تايمز وما تحدث به المقربون من دونالد ترامب حتى خلال حملته الانتخابية. لو كان السؤال هل هناك عقوبات ستفرض مجددا على إيران من داخل ما يعرف بحملة الضغوطات القصوى، نعم هناك هذا النوع من العقوبات، لكن العقوبات هذه من وجهة نظري ستكون محدودة في الفترة الأولى لدونالد ترامب، ولربما هناك انفراج أخرى للعلاقات أو للتفاوض ما بين واشنطن وما بين طهران خلال الصيف القادم، لأن هناك فريق يعمل بجد على أن ينهي هذه الخلافات الموجودة ما بين طهران وواشنطن بأي ثمن. لعله هذا هو السؤال الآن. نعم، يعني سيد علي، هل تعتقد بأن السلام بالقوة هو الخيار الوحيد لدى ترامب مؤخرا لحل هذه المعضلة مع إيران؟ السلام عبر القوة أو peace through strength كما طالب به دونالد ترامب ورفع هذا الشعار منذ بداية حملته الثانية، لا زال هو الخيار الوحيد الذي يبدو أمام الإدارة الأمريكية. ترامب ليس، يعني لا ننسى أن ترامب ليس من الصقور، ترامب ليس سياسي تقليدي، ترامب ليس ابن مؤسسة دبلوماسية أو عسكرية، لا يريد التركيز على إنهاء ملفات الحروب، هذا حتى ما قاله في آخر اتصال له مع نتنياهو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، حيث قال له قم بما عليك أن تقوم به، أي انهي هذه الملفات، وهذا ما فسرته كثير من الصحف الأمريكية، انهي هذه الملفات، ملفات الحرب، الضرب، الاجتياحات، انهي هذه الملفات، وأمامك لعل الرسالة المبطنة، أمامك حتى 20 من يناير كانون الثاني حيث يستلم دونالد ترامب. عندما يستلم دونالد ترامب كيف ستكون الأرض، أو كيف سيكون الحال على الأرض في لبنان، في غزة، حتى في اليمن، في العراق وفي سوريا، هذا الأمر لا يريد ترامب أن يتوسع ويصل إلى حرب أو مواجهة مباشرة. لذلك السلام عبر القوة، القوة هنا مقصود بها الضغط بوسائل مختلفة، لعله ليس فقط عبر الضغوطات الاقتصادية والتي يتحدث عنها كثر، هناك أكثر من طريقة تتجه إليها واشنطن، ولقاء إيلون ماسك الذي نفاه المسؤولين الإيرانيين يؤكده كثر بأنه حصل، لعل هذا سيفتح باب آخر من التفاوض. نعم سيد علي، المدير العام للطاقة للوكالة الدولية للطاقة الذرية يجري زيارة إلى إيران ومنشأتين نوويتين فيها، كيف لنا أن نفسر هذه الزيارة في ظل ما يندد به دونالد ترامب؟ يعني دونالد ترامب نرى العديد من التناقضات في تصريحاته، في تارة نراه يقول أنه يعشق التفاوضات والأساليب الدبلوماسية، وفي تارة أخرى نراه يقول أن إيران أمام خياران لا ثالث لهما، إما التفاوض وإما السقوط. كيف لك أن تقرأ هذه الآراء المتضاربة الآن؟ من يؤيد دونالد ترامب يرى أن هذه نقطة قوة دونالد ترامب، لأن التضارب في المواقف هو وإن كان يكلف حتى الولايات المتحدة كثيرا في بعض الأحيان اقتصاديا وأيضا دبلوماسيا، لكن ما يريده دونالد ترامب أن يجعل أو يبقي هذا الغموض وهذه الحيرة موجودة لدى من يتفاوض معهم في هذه الحالة، أو من يريد أن يتفاوض معهم في هذه الحالة، إيران. الزيارة الأممية التي تحدثت عنها هي تأتي وفق ما وصفتها صحيفة البوليتيكو الأمريكية، وصفتها بأن إيران تحاول أن تلعب بلطف، هذه العبارة التي استخدمتها الصحيفة مع الولايات المتحدة، وواحدة من هذه العلامات هو السماح لعودة المفتشين، عودة الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة إيران، وهذه واحدة من المؤشرات أو ما وصفت بأغصان الزيتون التي تريد طهران أن توصلها إلى واشنطن، بأننا منفتحون للحديث، منفتحون للزيارات، منفتحون للتفتيش. لا ننسى أيضا أن الاتفاق النووي الإيراني والذي طال الحديث عنه خلال السنوات الماضية سينتهي
يعني سينتهي وتنتهي صلاحيته بعد عام من الآن، في شهر 10 في شهر تشرين الأول من عام 2025 ستنتهي صلاحية الاتفاق النووي بوجود الولايات المتحدة أو بعدمها. هنا تتطلب أو يتطلب من المجتمع الدولي أن يكون هناك جهود جديدة لإقامة اتفاق جديد بشروط جديدة ستكون بالتأكيد بصمة ترامب واضحة فيها، لأن ترامب سيكون موجودا في البيت الأبيض.